السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم بغيت نتحدث فيه على الأطفال حديثي الولادة اللي كيبكيو ولكن كيكون البكاء ديالهم بدون دموع، وكذلك على الأطفال في نفس هذا السن اللي ما كيتعرقوش، فلماذا وما هو السبب؟ فهاد الظاهرة عند المواليد الجدد كيمكن لها تستغرق لعدة أسابيع، ورغم ذلك كتبقى ظاهرة طبيعية وعادية. فعند الولادة كتتفاجأ بعض الأمهات بأن الطفل ديالها كيبكي ولكن بدون دموع، وهذا ماشي تمثيل منه ولكن هي خاصية كتكون مشتركة بين جميع الأطفال الحديثي الولادة. والسبب بسيط، وهو أن القنوات الدمعية كتكون ما تطورتش عند الولادة، أي ما تطورتش بالكامل. إذن وقتاش يمكن تستطع العيون ديال الأطفال أنها تنتج لنا هاد الدموع ويمكن ليه يدرفع؟ فعند الولادة هاد القنوات الدمعية كتقدر تنتج سوائل كتكفي فقط لحماية العين والإبقاء عليها رطبة، ثم كتطور قدرات الصغير فكيتمكن من ذرف الدموع من بعد 3 إلى 12 أسبوع، وفي بعض الحالات القصوى يقدر يستغرق الأمر 6 ديال الأشهر حتى كيتمكن الطفل من البكاء بالدموع. وقبل من هذه اللحظة فالطفل كيمكن ليه يعبر عن المشاعر دياله والأحاسيس وعدم رضاه بمختلف الطرق كالصراخ والانفعالات مثلا، ونفس الأمر بالنسبة لظاهرة التعرق. فالطفل في أول أسبوعين من الحياة دياله ما كيتعرقش لأن الغدد العلاقية ما كتعملش بشكل كامل، وكل واحد منا كيملك نوعين من الغدد العرقية كتسمى الغدد الفارزة والغدد المفترزة العرقية، وكلاهما موجود عند المواليد الجدد وخا أنهم ما كينتجوش العرق. فالتعرق عند المواليد الحديثي الولادة كيكون بالتدريج وعبر مراحل، فمثلا بعد 15 يوم إلى 3 أسابيع من ولادة الطفل كتبدأ إفرازات العرق كتظهر على الجبهة، ثم بعد ذلك حوالي شهر إلى 3 أشهر كيظهر العرق على بقية الجسم خاصة على الرأس والصدر. وكنلاحظوا أن الرضع لما كيعملوا مجهود أثناء الرضاعة سواء كانت الرضاعة الطبيعية أو الصناعية كيبداو يتعرقوا بكثرة، وكيبقى هذا العرق عديم الرائحة حتى كيوصل الطفل لسن البلوغ. هنا كتنشط بصيلات الشعر أي تحت الإبطين نتيجة للتغييرات الهرمونية، فكيصبح أنذاك العرق ذا رائحة كريهة كتكون ناتجة عن تفاعل البكتيريا مع باقي عناصر الجسم. إذن لا داعي أن يقلق الآباء إذا لاحظوا أن هناك غياب للدموع وللتعرق عند الأطفال ديالهم، فهذا عادي في الحياة الأولى من حياتهم، ولكن إلى مرات المدة اللي تكلمنا عليها في بداية الفيديو وكان الطفل كيبكي بدون دموع فقد يدل على أن القنوات الدمعية مسدودة، فضروري من مراجعة الطبيب. أما بالنسبة للتعرق، وبما أن الموالد الجدد ما كيقدروش يتعرقوا بشكل كامل، فهنا خص الآباء يحاولوا يخليهم في درجة حرارة تكون معتدلة، وفي حال إلى لاحظوا أن هذه الحرارة زادت في الأجسام ديال الأطفال ديالهم مع انخفاض في نشاط ديال الذراعين والقدمين، هنا خص يزولوا لهم الملابس على الفور ويستخدموا شي مروحة
للحفاظ على دوران الهواء، وبالتالي هنا كيحافظوا على برودة جسم الطفل، لأن العرق كيعمل كمنظم لحرارة الجسم. فلما كيبدأ الطفل كيتعرق، خاصة لما كيعمل مجهود كبير في الرضاعة وكتكون درجة حرارة الغرفة أو الحرارة الخارجية عالية، بالإضافة إلى كنتي كتحمليه بين ذراعيك، فمجرد ملامسة الجسم ديالك الجسم ديالو كيزيد من حدة الأمر وكيصبح كيتعرق بصورة واضحة. هنا من الأحسن توضعيه في السرير على الفور وتخففي ليه الملابس ديالو. ولكن إذا لاحظوا الآباء أن هناك تعرق مفرط، وخا أن الطفل هادئ وما كيعمل حتى شي مجهود كبير والجو معتدل، فيقدر يكون علامة على وجود خلل هرموني كيتطلب استشارة طبية عاجلة. وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى نكون عطيت فكرة واضحة عن هاتين الظاهرتين عند الأطفال حديثي الولادة، ونتمنى المعلومة تكون مفيدة للآباء والأمهات الجدد. استودعكم الله ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.